هنعمل مراجعة الفصل الدراسي الأول مادة التاريخ. أتمنى من الله إنها تكون مفيدة للجميع، وهي عبارة عن 15 سؤال اختيار من متعدد. نبدأ على بركة الله. السؤال الأول: تميزت المرأة في المجتمع القبلي عن المجتمع الحضري عند العرب قبل الإسلام في المجال. نقط عندنا 4 اختيارات. الاختيار الأول سياسي، ديني، عسكري، الاقتصادي. الإجابة الصحيحة هي الاختيار الثالث العسكري. السؤال الثاني: قام مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بدور يشبه الدور الذي قامت به. عندنا برضو 4 اختيارات: دار الندوة، دار أبي بكر الصديق، دار الأرقم بن أبي الأرقم، دار عمر بن الخطاب. الإجابة الصحيحة هي دار الأرقم بن أبي الأرقم. السؤال الثالث: محاولة يهود بني النضير اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بسبب. الاختيارات هي استرداد مكانتهم السابقة، الانتقام لقتل يهود بني قريظة، اختبار صدق الرسول، عدم التزام المسلمين بالصحيفة. والإجابة الصحيحة هي الاختيار رقم 1، وهو استرداد مكانتهم السابقة. السؤال اللي بعده: أرسل عمرو بن العاص إلى الخليفة رسالة يخبر فيها إني أعالج حربا كؤودا صدوما. في ضوء هذه المقولة السابقة وضح البلاد المراد فتحها. والاختيارات هي النوبة، بيت المقدس، سبيطلة، مصر. الإجابة الصحيحة هي بيت المقدس. السؤال اللي بعده: نجح العباسيين خلال عصر العباسي الثاني في الحفاظ على حدود الدولة الإسلامية الشمالية من خلال بعض الدول المستقلة مثل دولة. وعندنا الأغالبة غزنوية، الطولونية، السمانية. الإجابة الصحيحة هي الطولونية. السؤال اللي بعده: دخل البربر الإسلام بعد فتوحات القائد. وعندنا 4 من القادة: عقبة بن نافع، موسى ابن نصير، حسان بن النعمان، طارق ابن زياد. الإجابة الصحيحة هي موسى ابن نصير. السؤال رقم 7: أراد الرسول من إخفاء خبر خروجه لفتح مكة تحطيم الأصنام حول الكعبة، دخولها دون إراقة دماء، إجبار قريش على الدخول في الإسلام، إظهار تفوقه على القبائل. الإجابة الصحيحة هي دخولهم دون إراقة دماء. السؤال 8: عقد عبد الله بن سعد بن أبي الصرح اتفاق البقط مع بلاد. عندنا الشام، النوبة، المغرب، الحجاز. طبعا هذا الاتفاق كان مع بلاد النوبة. السؤال 9: لم تعرف القبائل العربية في وسط وغرب شبه الجزيرة العربية عملة موحدة قبل الإسلام بسبب عدم الاهتمام بالتجارة، عدم وجود استقلال اقتصادي، تبعيتهم الاقتصادية للروم، تبعيتهم الاقتصادية للفرس. طبعا الإجابة الصحيحة هي عدم وجود استقلال اقتصادي.
السؤال اللي بعده، قيام هارون الرشيد بإعادة أسرى قبرص لبلادهم مرة أخرى يدل على تأكيد قيم التسامح، دخولهم الإسلام، حرصه على نشر الإسلام، تأكيد مبدأ العدالة. طبعا الإجابة الصحيحة هي رقم واحد، تأكيد قيم التسامح. السؤال اللي بعده، اختارت قبيلة قريش موسم الحج لنشر الشائعات والأكاذيب حول الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب أهمية الموسم عند العرب، تحالف القبائل ضد الإسلام، فرض الحصار حول الرسول صلى الله عليه وسلم، تجمع القبائل العربية في مكة. الإجابة الصحيحة هي تجمع القبائل العربية في مكة. السؤال اللي بعده، وجود العديد من العبادات الوضعية في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام يرجع إلى اتساع مساحة شبه الجزيرة، عدم وصول ديانات سماوية لهم، الفراغ الروحي، تأثرهم بالحضارات المجاورة. الإجابة الصحيحة هي رقم 3، الفراغ الروحي. السؤال اللي بعده، تأثرت حياة المسلمين بعد وفاة الرسول من الناحية الاقتصادية، الاجتماعية، العسكرية، السياسية. الإجابة الصحيحة هي السياسية. السؤال 14، أدى انهيار سد مأرب إلى تغيير النشاط الاقتصادي لليمن، تغيير نظام الحكم في اليمن، انتقال وانتشار الحضارة اليمنية، الغزو الخارجي لليمن. الإجابة الصحيحة هي انتقال وانتشار الحضارة اليمنية. آخر سؤال، ما قام به الرسول عند بناء المسجد من حمل الحجارة والمشاركة في البناء يؤكد قيمة العدالة، المساواة، المواطنة، التراحم. الإجابة الصحيحة هي المساواة. أتمنى أن الأسئلة تكون مفيدة، وأشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.